السلام عليكم، انا اليوم جيت باش نقدم لكم واحد الخبيزه كتصاوب لرمضان ولا الايام العاديه، كتجي زوينه وبمقادير كاينين في كل دار، ما فيها شي حوايج بساط وسورتو كتجي سهله في التحضير، ما كتحتاجش بزاف المقادير وبنينه بزاف بزاف، كلشي كيبغيها لا الكبار لا الصغار. غادي نحتاجو ليها 350 غرام تاع الدقيق، 50 غرام تاع الفينو، كاس صغير تاع الحليب، تقريبا واحد 150 غرام تاع الحليب الا كان عندنا الميزان باش نعبرو، سينو كاس صغير تاع الحليب ما عمرش تاع الفم، وعندنا معلقه كبيره تاع الخميره هكا ناشفه ومعلقه كبيره تاع السنيده. الحليب عندنا ديجا دافي، غادي نزيدو السنيده والخميره، نخلطوهم وغادي نخلوهم واحد جوج دقائق تقريبا. من بعد غادي نديرو الدقيق تقريبا واحد زلافة كبيرة، ومن بعد غادي نزيد الفينو تقريبا جوج معالق كبار تاع الفينو، والملحة الملحة هنا هكا. دابا غادي نخلطهم. دابا ملي قادينا في العجينه ها هي كتجي قاسحه، ما كتجيش رطبه العجينه، كتبغي ندلكوها مزيان، والحليب الا شفناها ما تجمعاش بهذاك الحليب اللي درنا نقدروا نبقاو نزيدو بمعلقه صغيره حتى كتجمع، كتعود بحال هذا الشكل، حيتاش كاين الدقيق اللي كيبغي الحليب كيشرب بزاف. هذا الشيء اللي غنديروا لها ماشي كنميهوها ولا نبقاو ندلكو فيها، هي كتدلكها بحال هذا الشكل، ولكن ما كتجيش راه ما غاديش تجي بحال عجينه المسمن، كتجي شويه قاسحه. ملي غادي نخلوها تخمر، دابا نغطيها نخليها تخمر، من بعد ملي غادي نطلقها غادي تلقاوها دغيا كتسرح، ما غاديش نتعذبوا معاها. الحشوه غادي نحتاجو زيت الزيتون، الملحه، هنا عندي جوج نصوصة، نص فلفلة حمراء ونص فلفلة خضراء. هاد النصوصة قشرتهم قبل ما نديرهم هنا حيتاش ما كنديرش انا الفلفلة بالجلوف ديالها. وهنا عندي بصلة صغيرة مشلضة رقيقة، بصلة صغيرة ولا نص بصلة كبيرة. عندي هنايا الكمون، تحميرة، البزار وشوية تاع الزعيطرة، وفص تاع الثومه وشويه المعدنوس. وهنا ما غاديش ندير الطون، غادي ندير هذا الفيلي تاع الماكرو، هذا انا كيعجبني على 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 الطون. ابخي نتوما تقدروا هاد الحشوه يا اما ديروا معاها الكفته، يا اما ديروا معاها هكا الماكرو، يا اما الطون، يا اما الدجاج حتى هو كيجي، يعني اي حاجه اخرى تقدروا ديروها فيها. ومن بعد غادي نحتاجو الفرماج، ما درتوش هنا حيتاش غادي نديرو في الاخر، هو واحد البيضه باش ندهنو العجينه، والزيتون مقطع باش نزوقوها. صافي هادو هو هادشي اللي غنطيبو. دابا غادي نبداو بالفلفله هي الاولى، درتها هنا نسيت ما درتش الزيت، نزيد عليها الزيت، اصلا البوطه سخونه. هنا ونزيد عليها البصله وغادي نخليهم يتشحروا. ملي كيبداو يتشحروا كنزيدوا عليهم الملحه، والعطريه كنزيدوها حتى الاخر حتى كيتشحروا لينا البصله والفلفله مزيان. من بعد غادي نزيد فيهم معدنوس وضرس تاع الثومه هكا. ولا طريه حتى هي، والماكرو حتى هو كنزيدو حتى الاخر، كنخليه يتشحر واحد دقيقه باش يشرب ديك العطريه وهذاك الشيء اللي درناه هنا لداخل. من بعد نحيدهم ونخليهم يبردو باش نمشي نطوب العجينه. بدا
حتى العجينه ديالي ارتاحت، رطابت ما بقاش قاصحه كيف قبل. انا غادا ندير، كنت في الاول غادا ندير خبيزات صغار، مي دابا ما بقاش ليا الوقت، خاصني نصاوب لهم العشاء. غادي ندير غير خبزه كبيره، وهاد الطريقه يمكن ديروا بها خبيزات صغار، كتجي حتى هي مزيانه. غادي نقطع العجينه على جوج على جوج، باش ندير طبقه لتحت وطبقه باش نخبي بها الفوق. غادي نبدا نسرح فيها، ما غادي نحتاج لا الدقيق لا الوالو، اصلا هي ما كتجيش كتلصق. هاي كنبقى نديرها حتى كتطلع. من بعد مني سرحت العجينه، نحتاج واحد المول داير بحال هكا، ندير عليه الورق الطهي باش ما تلصقش ليا. وغادي نهز الطرف الاول، غادي نحطو فيه بحال هذا الشكل. نقادوه باش نديرو عليه العمارة. غادي نزيدو عليه العجينة الثانية اللي باقي، اللي ها هي هنا باقي ما دلكتهاش، باقي ما سرحتهاش. راه هو الطرف الاول نديرو هنا، نخليه على جنب ونسرح العجينة الثانية. وباش نعمرو العجينة غادي نحتاجو فرماج غافي هكا، وهذا الشيء للتزيين، الزيتون وفرماج هكا تريونغل غادي نبغوهم للتزيين. دابا ملي سرحت العجينات بجوج، كناخذ الحشوة ديالي كنديرها هنا، ولكن قبل خاصني نثقب الورقة، ما نثقبوهاش بزاف غير شوية. فوالا كنزيدو الحشوة هكا، كنسرحوها هكا. من بعد نزيدو عليها فرماج غافي وغادي نسدو عليها. بات على فرين. ومن بعد كنحطو العجينه الاولى على العجينه الثانيه بحال هذا الشكل، وكنبداو نقرصو في الجناب بحال هكا، كنلو كنقرصو وكنلو باش كيجمعوا لينا العجينات بجوج بحال هذا الشكل، وكندخلو الصبع مزيان حتى كنقيسو الطاوه. يمكن لكم دابا ديروها دخلوا الفران بحال هكا، ويمكن لكم تزينوها. انا باش نزينها غادي ندير ليها بحال الخطوطه هكا، ندخلها بشويه، ولكن ما خاصناش نقطعوا العجينه هكا. العجينه ما خاصهاش تقطع، كنمشيو غير بشويه وصافي صافي، كنبقاو عليها هكا. هذا الشكل اللي كما كتشوفوا، غادي ندهنها بالصفار البيضاء هكا. والفرماج كنشدو فرماجه بحال هكا، كنتقبلها غير هاد الطريف اللي هنا في القنت بحال هاد الشكل، باش كيخرج لينا منها الفرماج كما كتشوفوا هكا. غادي نديرو نتبع بيا هذوك الخطيطات حتى نكمل لاطاط كامله، وغادي ندير الزيتون من بعد كما كتشوفوا. ها هو هذا الخط كنبقى تابعه حتى الاخر، كنحبس كنزيد عاوتاني الخط اللي من بعده. ها خاصنا نردو البال باش ما تفرقعش لنا الفرماجه، سينو ابخي يمكن لكم ديروها حتى في داك الجيب الحيواني. انا دابا ما عنديش الوقت، غادي ندير ليها بحال هكا صافي، كنبقى غادا هكا حتى كنكملها كامله. صافي هنايا كملت الفرماج، ها هو كي شفتو درت ليه. دابا نشد هذاك الدويويره تاع الزيتون ونحطهم هكا في الوسط كلها بحال هذا الشكل.
صافي ندخل الطب في الفران درجة حرارة 180 مدة 30 دقيقة بحال هكا. المهم على حسب الفران تاع كل واحد، ما خصناش نغفلو عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبزة ديالنا، كتجي بحال هذا الشكل، كتجي زوينة في الشكل وحتى في المذاق كيجي هائل. شتو من التحت هي طيبة. فوالا انا نحلها باش تشوفوا من الوسط كيفاش كتجي حتى هي. وهنايا من الداخل كتجي ها هي، ما كتجيش معجنه، كيجي داك الشيء معلك بالفرماج وكتجي رائعه غزاله. نتمنى لكم تجربوها وتردوا عليا الخبر.